ظلت عليه صحائف لم يخاف بها الرقيب. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك في القرآن حوالي 1300 آية تتكلم عن خلق هذا الكون وخلق الإنسان، ما يقارب سدس القرآن. تفكر في خلق الله، تفكر في الإبداع، كل شيء خلقناه بقدر. وهناك آيات صريحة في القرآن تشير إلى عظمة الخالق في أقرب شيء إلينا وهو الإنسان. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الإنسان الذي قد ينفي وجود الله عز وجل، يقول الله عز وجل: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نسي أنه لم يكن في يوم من الأيام شيئا مذكورا. يا صاحب الأربعين، قبل 40 سنة لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يا من تنكر أن هناك خالق لك، يا من تنكر أن هناك موجود لهذا الكون، لقد تعلقت بالموجود، لقد تعلقت بالموجود ونسيت الواجد، تعلقت بنعم الدنيا ونسيت المنعم، تعلقت بالمخلوق ونسيت الخالق، نسيت أن أولك نطفة ماء مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ويقول الله عز وجل وهو يصف لنا أطوار ومراحل تكون هذا المخلوق الضعيف والذي يعتقد في نفسه أنه قوي. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أصلك طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. القرار المكين هو رحم المرأة، ذلك المكان أو المعمل إن شئتم الرباني، ذلكم المعمل الذي خصه الله عز وجل لتكوين هذا الإنسان. يقول الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك. في ظلمات ثلاث، أي غشاء الرحم ثم الرحم ثم البطن. مراحل تكون
هذا الجنين في هذا المعمل الرباني العجيب هي كالآتي، يصفها القرآن بقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة أي تجمع دموي، وسمي بعلقة لأنه يتعلق بجدار الرحم. يقول العلماء أن طول العلقة قد يتراوح بين 2.5 مليمتر إلى 4 مليمتر. أيها العبد الضعيف، لقد كان طولك 4 مليمتر، وأنت اليوم تتكبر على الله عز وجل. إذا قيل لك لماذا لم تصلي تتكبر على الخالق، إذا قيل لك لا تأكل الحرام قد تعتقد أن الحرام الذي تغذي به نفسك وبطنك وجسدك بل وأبنائك، تعتقد أنه سينجيك يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من لحم نبت من حرام إلا وتأكله النار يوم القيامة، كل لحم نبت من حرام إلا وسيصهر بجهنم يوم القيامة. هذا الجسم الذي تغذيه بالحرام وتسهر على تربيته هو أول عدو لذوذ يوم القيامة سيشهد عليك أو ضدك. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علي؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قلت: مراحل تكون الإنسان في بطن أمه بعد أن يكون علقة ويمر بمرحلة أخرى في الأسبوع السادس حتى يصير على شكل مضغة. سماها القرآن بمضغة لأنها قطعة لحم كأنها ممضوغة. يقول القرآن: علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة. تبدأ هذه المضغة في التكوين، يبدأ الهيكل العظمي يتكون، ثم الأجهزة الداخلية من قلب، من كبد، من رئتين، من أمعاء، وتبدأ هذه الأجهزة تمارس وظائفها. الهيكل العظمي يكون مقوس، ثم يبدأ في الاعتدال. يا أيها الإنسان، مغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ثم في المرحلة أو الأسبوع الثامن بعد تشكل العظام، تبدأ هذه العظام تكسى بلحم رقيق، وكسونا العظام لحما. ثم في الأسبوع 11 تبدأ براعم الأسنان في التكوين، وفي الأسبوع 12 يبدأ المخ في التكوين، ثم يكبر فيكبر معه حجم الرأس حتى يصبح مساوي لنصف جسم الإنسان أو الجنين، وتحدث تجاويف في الرأس. ثم في الأسبوع 30 يبدأ الجنين يضم رجليه إلى بطنه وينزل رأسه إلى صدره ويضع يديه بهذا الشكل، ويتجه أو يهيئ نفسه في اتجاه فتحة الرحم حتى ينطلق ويخرج إلى عالم الدنيا. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والعجيب في الأمر أن شهرين قبل أن يخرج الطفل إلى عالم الدنيا يضع أصبعه في فمه، في فمه يمتصه استعدادا للرضاعة عندما يخرج من بطن أمه. من هداه إلى كل هذا؟ من أرشده إلى هذا؟ من علمه كل هذا؟ أليس الحكيم؟ أليس القدير؟
أليس الجليل؟ أليس العظيم؟ ألا يستحق أن يعبد؟ إن كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. هذا الجنين أو هذا الطفل إذا خرج إلى عالم الدنيا يصرخ ويبكي، وأهله من حواليه يفرحون بولادته. يقول أحد العارفين بالله وهو يشير إلى هذا الطفل الخارج من بطن أمه كله بكاء وصراخة، وكأنه غير راض بهذا العالم، عالم الابتلاء، عالم القلق، عالم المرض، عالم الذل، عالم الانكسار للعبد دون الله عز وجل، عالم كله مملوء بالحرام وكأنه غير راض. يقول أحد العارفين موجه نصيحة إلى كل مخلوق، يقول له: أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكن إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. إلى أن ألقاكم في فرصة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.